أحسنتن عملاً. أحسنتن عملاً. ماذا ستفعلون بعد هذا؟ سأعود إلى المنزل على الأغلب. ماذا عنك يا مانا؟ لمحت فتاة ظريفة في غرفة تبديل الملابس، لذا سأذهب لمشاهدة أدائها قليلاً. أنت تحبين الفتيات الظريفات حقاً. أنت أوتاكو. في أي منصة ستقدم عرضاً؟ منصة النجوم. المنصة الأشبه بالجحيم. الأجواء حارة في ذلك المكان. أيها المدير، ألا بأس إن بقينا وشاهدنا العرض التالي؟ ستؤدي ميمتشو. سمعت بهذا الاسم من قبل، من هي؟ إنها ستريمر وظريفة جداً ومسلية. إنها شاركت مؤخراً في العرض المسمى الحب الآن. العرض الذي تلقى انتقادات؟ انضمت إلى فرقة تدعى بيكو ماتشي. بيكو ماتشي؟ أتعرفها؟ ألا يعرفها شاب هذه الأيام؟ أخذوا اسم فرقة كانت موجودة قبل عدة سنوات، كانت توجد فيها عضوة أسطورية تدعى آي. كانت مذهلة بحق، ولكنها ماتت قبل أن تدرك طموحها. ربما يتشاركن الاسم فحسب، لنشاهدهن قبل العودة إلى المنزل. لتتفضل عضوات بيكو ماتشي. حسناً. عدد الجماهير ليس سيئاً. لدينا مؤثرة بصفنا، لذا لم يكن هناك داعي للقلق. العصا الحمراء المضيئة تبرز أكثر ما توقعت. سيكون لون عصاي المضيئة أحمر مثل آي. سأختار الأصفر على ما أظن. ماذا عنك يا كانا؟ لا فرق معي، لذا سأختار الأبيض. الأبيض؟ أهذا خيار سيء؟ ليس سيئة، ولكن العصا البيضاء مميزة، لذا يتقاتل الناس عليها. هكذا إذن. لا بأس بذلك، إنه مناسب لشخص مثلك، ليس مهوسا بالأيدول من الأساس. أيها المدير، إنها ساطعة. شكرا جزيلا لكم. تحب الأيدول وتبدو سعيدة طوال الوقت. أغنية للتو اسمها قطار النجوم، وكأنها ولدت لتكون أيدول. حتى في أنا هذه بغاية اللحظة السعادة لأنكم إنها تكسر قلب أحدهم وتزيد من عدد معجبيها شيئا فشيئا. والآن سننتقل إلى أغنيتنا التالية. هذا النوع من التحديات ينشهر بلا شك. أغنيتنا التالية هي الأغنية المشهورة التي تنتظرونها. الإشارة هي بي. أشعر بالغيرة، الجميع ينظر إليهن ويريدونهم، لا أحد ينظر إلي. أمي ومديرتي تخليا عني. ها
حتى المعجبون لا يرون إلا ظل ذاتي القديمة. لينظر إلي أحدهم، كنت أبكي، أحب ذلك فحسب لأكثر من 10 سنوات لحد الآن. قل إنك تحتاجني، إن قيل لي ذلك على الأقل فسأبذل جهدي وأثبت نفسي مهما بلغت الصعاب. قل إنها مفيدة وسأعمل حينها كالحصان. امدحني قائلا بذلت جهدك، وحينها سأبذل جهدي أكثر فأكثر. ليقل أحد إنه لا بأس أن أكون هنا. يبدو غبيا. كيف يمكنه الإبقاء على وجه جاد بينما يفعل ذلك؟ إنه يلوح بعصا مضيئة لثلاثتنا. أتقول إنه ليس لديك آيدول مفضلة؟ أيها الخائن اللعين، اتخذت قراري في ظل ممارسة مهنة الآيدول. سأجعل جميع عصيتك المضيئة بيضاء اللون. سأجعلك تقع في حبي. سأكون نجمتك المحبوبة. أيها المدير، أليس تلك الفتاة جيدة؟ تحسنت تعبيرها كثيراً في الأغنية الثانية، أشعر بالرهبة منها. ثلاثتهن يملكن الملامح ليكن نجمات فرق أخرى، وخصوصاً الفتاة في المنتصف، إنها من النوع المفضل للأوتاكو وبارعة في الغناء أيضاً. قد يحققن النجومية. أنا مرهقة. جئت إذن يا أخي. نوعاً ما؟ وبالأحرى ما كان ذلك قبل قليل؟ ضحكت على ذلك. كيف وجدت أداءنا؟ حسن أبليت حسناً بالنسبة إلى أول مرة، لكن ما هذا؟ امدحنا أكثر. لا يسعني ذلك، ستؤدين عروضاً أروع بكثير، لذا إن فكرت بالأمر بهذه الطريقة فسيكون من المضيعة إعطاء مديح كبير. هكذا إذن؟ يبدو أن هذا الاثنان قد أصبحا راغبين في التحدث إلى بعضهما أخيراً، ولكن يبدو أنهما غير متوافقان. هذا ليس حال الأمر. اسمع يا أكوا، هل تسير الأمور على ما يرام مع أكاني من الحب الآن؟ كلا، لم أقابلها منذ ذلك الوقت. حقاً؟ إنها علاقة عمل لا أكثر، ولكن تحدثنا عن الذهاب إلى مكان لا تقاط صور على الإنستغرام. عمل؟ بالطبع الأمر كذلك. يستحيل أن تقع كوروكاوا أكاني في حبك. هذا أحد أمور التلفاز المعدة سلفاً. يحدث الأمر كثيراً. أنت مسكين حقاً. إياك واتخذ مثل هذه الأمور بجدية. يا رادا، هل أنت محبط حقاً؟ أصبحت أريمة مبتهجة فجأة. الشعور بالإحباط. أهذا ما في الأمر؟ أريمة تحب أكوا؟ أكاني من يجدر بي أن أشجع؟ أكاني، قرر عملك التالي. هذا حقيقي؟ أكو سيتسنى لنا العمل معاً مجدداً.